من احراش قريه عين كينيا شمال غرب رام الله 7 كيلومتر. هاي المناظر الجميله الرائعه بين اشجار القيقب والبلوط، وكمان من مقام ابو العينين. شايفين هذا المقام الاثري؟ هذا مقام يعني اكيد عمره تقريبا فوق 500 سنة، كان لرجل صالح يتعبد فيه فسموه مقام. شجار القيقب طبعا له حكايات وروايات، راح اليوم نشوفها ان شاء الله مع اهل عين كينيا. عين كينيا حرف الاسم قديما من السريانيه وكانت تعني القصب. هاي البلد صارت مقصد للسياح وللناس ان يجوا يتنفسوا هون ويستمتعوا بجمال الطبيعه الخلاب. اليوم راح يكون في استقبالنا ان شاء الله الاخ مالك من قريه عين كينيا. استمتعنا جدا واحنا طالعين في الجبل، مظبوط يعني تعبنا، ولكن الجبل رائع جدا، الشجر ما شاء الله اشجار متنوعه. نعم صحيح. قريه عين كينيا هي جنه على الارض. من طبيعة عين كينيا الرائعة الخلابة. عين كينيا مش بس بتشتهر بأنها يعني منطقة جميلة وبالعيون. عين كينيا ضاربة في التاريخ، مرت عليها العديد من العصور البشرية اللي عمرت في هاي الأرض. صحيح. من العصر البرونزي والعصر الروماني والبيزنطي إلى العصور الإسلامية كلها حتى العصر الحديث. عين كينيا هي تاريخ. وتاريخ ليس بالموجودات الأثرية أيضاً. إنما تاريخ بالموجودات النباتية. إحنا بنحكي عن شجر ضخم، شجر حوالينا بعطي للنفس راحة نفسية. صحيح. وبعطينا كمان معنويات، إن في عنا شجر ضخم معمر جدا، شجر نادر، شجر القيقب. اطلعنا على الشجرة، شجرة رائعة جدا. أحيانا يستطيع الإنسان أن يقف دقيقة صمت فقط في التأمل في هذه الشجرة. أخ مالك، شجرة القيقب هاي إلها حكايات. طبعا. مع المقام، مع المقام ولأهل عين كينيا بالذات مرت تحت العدد من الحكايات. اليوم راح نسمع منك يا أخ مالك حكايات شجرة القيقب في عين كينيا، تفضل. نعم. بداية احنا بنحكي في قرية عين كينيا، كما تفضلت ان قرية عين كينيا هي قرية تشتهر بعيون المياه وتشتهر بطبيعتها الخلابة. احنا حاليا هنا عندنا في المقام منطقة اسمها جبل ابو لدهم، واحنا بالنسبة للبلد بنسميه مقام سيدي ابو العينين. هاي شجرة القيقب مباشرة بحذاها بعد عن 2-3-4 أمتار اللي هو المقام أبو العينين. مقام أبو العينين هو كان رجل صالح من أولياء الله الصالحين حسب الروايات اللي بتتحدث فيها أهل القرية. هذا الرجل كان يشرف على هذه المنطقة ومقامه موجود هان. شو قصة أبو العينين ولماذا سمي بأبو العينين؟ يقال أنه كان من أولياء الله الصالحين وكان أعمى، لذلك لأنه كان أعمى سموه أبو العينين. من كثر زهده وتعبده لله ونظر نفسه إن يتقرب من الله سبحانه وتعالى، ربنا أنعم عليه إنه في يوم من الأيام عند شجرة القيقب هاي بالذات كان هو يتمشى، على الرغم إنه كان أعمى، مين كان يساعده؟ تزحلق وقع أجى على راسه، فربنا رد عليه البصيرة تحت شجرة القيقب. لذلك هو قدس مقام العبادة عند هذه الشجرة بالذات. هذه الشجرة بالذات أقدم من وجود أبو العينين، يعني هي موجودة من قبل يكون موجود أبو العينين. هي عمرها إحنا من قدرة 1500-1700 سنة، لكن الشواهد والجذور اللي نلاحظين عليها ضاربة تدل على أكثر من هذا العمق ومن هذا العمر. بس إحنا خلينا نكون قريبين ما بين 1500-1700 سنة. فبالذات الشجرة هي ارتبطت بالمقام ارتباط وثيق جدا. هلا شجرة القيقب طلع كيف شكلها مختلف نوعا ما غريب. احنا نيجي نحكي عن القيقب، القيقب مش مشهور بفلسطين كثير، يعني فلسطين ليست غنية بشجر القيقب. القيقب يكثر بالذات في دولة كندا، حتى العلم اللي بيكون موجود على دولة كندا هاي الورقة، شعار الورقة هاي شعار شجرة القيقب. والقيقب طبعا أنواعه كثيرة، مش نوع نوعين وثلاث، في عشرات الأنواع. اسمه العلمي احنا بنحكي له شجر الأنسفندان. لكن بماذا يستخدم شجر القيقب؟ القيقب ثماره بتكون مثل حبات القرز لكن متدلية بشكل عناقيد، بيكون لونها اول شيء اخضر حامض، بعدين بتصفر، بعدين بصير لونها خمري على عنابي. لما تصبح لونها الخمر العنابي هذا الاشي يدل انها ثمار ناضجة جدا، وبطعمها لذيذ جدا. هاي الثمار في كثير يعني بيستعملوا منها، يعني بيعملوا منها المربى او حسب احنا بنقولها بروايتنا تطلي. تطلي
انه هو بيحكوا له مربع، احنا بنحكي له تطلي. فبالتالي هاي الشجره يعني جميله جدا. في عين كينيا ما بتكثر كلنا شجرات، لكن هاي الشجره هي اقدم شجره قيقب موجوده في فلسطين، مش بس في عين كينيا، موجوده في فلسطين. معلومه اخرى عن القيقب مشان تكونوا عارفين، في الرواية الشعبية عندنا كفلسطينيين إن رواية شعبية، وكل شيء أطلقوا عليه روايات شعبية أجدادنا رحمة الله عليهم. فحكوا عن شجرة القيقب هاي سموها قاتل أبيه. وقاتل أبيه إلها رواية أستاذ مالك بتحكي إن واحد من يوم من الأيام طلب بنت وحب إن أبوه يروح يطلب لياها. فراح أبوه على البنت، شاف البنت فأعجبت البنت فتجوزها، هو تزوجها مش ابنه. فلما رجع ابنه يابا شو صار؟ قال له والله اتجوزت البنت. فيقال ان الولد يعني قام بقتل والده، ضربه حجر على راسه وسال دمه تحت شجره عندهم في البيت. فثاني يوم صارت الشجره هاي الجذع تبعها احمر ومالس، فيقال ان هاي الشجره هي شجره القيقب، سموها بقاتل ابي. والقصه اللي ذكرتكم اياها بحكم انها شجره بحاجه للمحافظه وبحاجه للاعتناء وكرمزيه ايضا لاهل البلد. شو قصص أهل عين كينيا تحت هاي الشجرة؟ هلا هاي الشجرة بتمثل لعين كينيا قدسية قديمة جدا، وقدسيتها مستمدة من وين؟ من غير مقامها، إنه أهل القرية هاي على زمان جدودنا لما كانوا يعملوا نذر أو لنذور لوجه الله تعالى، وتعرف كيف كانت المعتقدات السائدة في ذاك الوقت، هلا بغض النظر عن يعني مدى صحتها أو عدمها من ذلك، ولكن هذا كان عرف سائد ودارج في الكرة والبلدات الفلسطينية والقبائل الفلسطينية. كان النذر اللي يحكي أنا إذا ربنا سلمني من هذا المرض، إلا النذر علي إيجي أضوي شجرة سيدي أبو العنين، نذر علي إذا ابني نجح بالجامعة، إذا ابني خلص الدراسة، إذا ابني ربنا وفق، إذا أنا تزوجت الفتاة هاي أو هي تدعي، بغض النظر كل واحد شو كان يدعي، ينفذ النذر تحت الشجرة. كل إلا إيجي أطلع أضوي شجرة القيقب اللي هي اللي عند مقام سيدي أبو العنين. فكانت هاي الشجرة في زمناتها مليئة بالقناديل المعلقة المضيئة، زي كيف يعني كانت زي وفاء للنذر. فبالتالي المحافظة على هذه الأشجار هو كمحافظة على تراثنا وتاريخنا وهويتنا الفلسطينية اللي احنا العربية اللي معتز فيها. ومن الطاقة الإيجابية اللي أخذناها اليوم من قرية عين كينيا بين أشجار البلوط والقيقب والخروب ومن هذه المناظر الطبيعية الجميلة، نشكرك أستاذ مالك على المعلومات القيمة اللي أفدتنا فيها عن المقام والشجرة. بقول بلاد ألفناها على كل حال، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، ونستعذب الأرض التي لا هواء بها ولا ماء عذب ولكنها وطن. فكيف إذا كانت فلسطين؟ نعم، فلسطين هي من أجمل الأوطان في العالم. نعم صحيح، وهذا ما نفتخر به. وفي نهاية مشوار حلقتنا لبرنامج شجرة وحكاية، خلينا نشوف جمالية جديدة، شجرة جديدة وحكاية جديدة في ربوع الوطن فلسطين. خلينا نروح.